بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة: الإكثار الدقيق للنباتات مايكرو بروبوجيشن، بين قوسين زراعة الأنسجة النباتية بلانت تيشو كلتشرز. من أكثر استعمالات زراعة الأنسجة النباتية في الوقت الحاضر هو إكثار النباتات خضريا وعلى نطاق تجاري. إن الفضل في استعمال هذه الطريقة لإكثار النباتات خضريا يعود إلى العالم الفرنسي مويل في عام 1960، والذي استعملها لأول مرة في إكثار نبات الأوركيد، حيث استطاع الحصول على أعداد كبيرة جدا من نباتات الأوركيد بزراعة جزء من فرع مأخوذ من النبات المذكور. أهم ما يميز هذه الطريقة عن طرق التقليد المتبعة في الإكثار أو التكاثر الخضري هو إمكانية إنتاج أعداد كبيرة من النباتات المتجانسة الخالية من الأمراض بمساحة محدودة وبوقت قليل وباستعمال جزء صغير جدا من النبات الأم. كما أن هذه الطريقة تعتبر الوحيدة الممكن استعمالها في إكثار بعض النباتات الخضرية كما هو الحال في نبات الأوركيد. هناك عدة خطوات تتبع في الإكثار الدقيق أو زراعة الأنسجة النباتية، وتشمل على 4 خطوات رئيسية، وهي: المرحلة الأولى تسمى مرحلة إنشاء أو تنشئة الزراعات النسيجية. المرحلة الثانية يتم فيها إكثار الجزء الذي تم الحصول عليه من المرحلة الأولى، أي مرحلة تنشئة الزراعات. المرحلة الثالثة هي مرحلة تجذير الأفرع الناتجة من المرحلة الثانية. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة نقل النباتات الناتجة من البيئة الصناعية إلى الأوساط المعدة لكي تنمو كنباتات كاملة. هناك عدد من فوائد واستعمالات زراعة الأنسجة النباتية وتطبيقات عملية لها. أهمها: أولاً، إكثار النباتات خضرياً. ثانياً، وراثة وتحسين النبات. ثالثاً، إنتاج نباتات خالية من الأمراض الفيروسية. رابعاً، زيادة إنتاج المركبات الثانوية. خامساً، دراسة الأمراض النباتية. سادساً، دراسة العمليات الحيوية في الأنسجة والخلايا النباتية. سابعاً، مصدر الاختلافات الجسمية. ثامناً، إنقاذ الأجنة. وأخيراً، إنتاج البذور الصناعية. تقنية إكثار النباتات بزراعة الأنسجة النباتية In vitro micropropagation، هذه التقنية تعتبر واحدة من أهم التطبيقات العملية لتقنية الزراعة النسيجية. فقد أمكن إكثار أنواع كثيرة من النباتات بهذه الطريقة وأثبت جدواها الاقتصادية. تبدأ عملية الإكثار باستخدام تقنية زراعة الأنسجة باستئصال جزء نباتي صغير. هذا الجزء النباتي الصغير يتم تعقيمه وتزال منه كافة المسببات المرضية العالقة به، ومن ثم زراعته في وسط غذائي معقم يسمى الجزء النباتي المنفصل بالإكسبلانت. أما السيقان الجديدة أو الكالس المتكون يسمى بروباغالس، والذي تعاد زراعته لإحداث المزيد من التضاعف. وبعد تكون جذور في قاعدة السيقان تتكون عندها النبيتات بلانت ليتس. وبذلك فإن الأجزاء المستخدمة في زراعة الأنسجة النباتية هي النبات الأم بلانت، الدونر بلانت، الجزء النباتي المنفصل إكسبلانت، النموات الناتجة من جزء النبات المزروع بروباغالس، والنبيتات بلانت ليتس. ويمكن تقسيم الأجزاء النباتية المستأصلة لزراعتها خارج الجسم الحي إلى الآتي: أولاً، أجزاء خضرية regeneration of a new plant from vegetative structure or tissues، وتشمل ميرستيم تيب كلتشر، زراعة ميرستيم القمي، شوت تيب كلتشر، زراعة القمة النامية، ادفنتيتوس شوت كلتشر، زراعة الأفرع العرضية، تيشو اند سيل كلتشر، زراعة الأنسجة والخلايا، وهذا يشمل أي كالس كلتشر، زراعة الكالس، سيل سسبنشن كلتشر، زراعة الخلايا المعلقة، وبروتوبلاست كلتشر، زراعة البروتوبلاست. ثانيا، الأجزاء التكاثرية regeneration of plants by reproduction structure، وتشمل anther and pollen grain culture، زراعة المتت وحبوب اللقاح، ovule culture، زراعة المبيض، embryo culture، زراعة الجنين، seed culture و spore culture. سوف نأخذ كمثال على تقنية زراعة الأنسجة النباتية هو زراعة القمة النامية والمستيم القمي، علما بأن مراحل الإكثار هي نفسها في حال استخدام أي جزء نباتي آخر. زراعة القمة النامية والمستيم القمي شوت تيب عن مرستيم كلتشر. قبل التطرق إلى تفاصيل زراعة القمة النامية والمستيم القمي، لابد من معرفة الفرق بينهما.
المرسيم القمي يمثل مجموعة من الخلايا المرسيمية في أعلى القمة النامية، يبلغ قطرها 1/10 ملم وطولها 0.25 إلى 2/10 ملم. عند زراعة هذا المرسيم القمي في وسط غذائي مناسب وظروف بيئية ملائمة، فإنها تنمو وتزداد في الطول أو تكون عدة نموات، وتتوقف قطرة القمة المرسيمية على تكوين فروعات أو نموات على نوع النبات المستخدم. أما القمة النامية فيقصد بها المرسيم القمي مضافا إليه جزء من النسيج المجاور الذي يتضمن 2 إلى 4 أزواج من مبادئ الأوراق، ويبلغ طولها 5/10 إلى 5 ملم. وقد يزيد طول القمة النامية عن ذلك كما في النخيل مثلا، حيث يصل طولها إلى بضعة سنتيمترات. يعتبر الباحث مارون في عام 1960 أول من نجح في استخدام وزراعة القمة النامية في إكثار النباتات، ومن ذلك التاريخ تم إكثار أنواع كثيرة من النباتات باستخدام هذه التقنية. مراحل إكثار النباتات باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية، يعتبر ميراشيك سنة 1974 أول من وضع خطوات أو أطوار محددة وواضحة لإكثار النباتات خارج الجسم الحي بتقنية زراعة الأنسجة النباتية. وهذه المراحل هي: المرحلة الأولى مرحلة تنشئة الزروعات Establishment Stage. الهدف من هذه المرحلة الحصول على نمو أولي للقمة النامية أو المرسيم القمي الذي اعتبرناه كمثال لتقنية زراعة الأنسجة النباتية. وبعد زراعتها ويعد زراعتها في ظروف خالية من التلوث، أن التخلص من مسببات التلوث والاختيار الأمثل للإكسبلانت الجزء النباتي المستعمل ومكونات الوسط الغذائية وظروف البيئية هي العوامل الأساسية التي تؤثر في نجاح هذه المرحلة، أي مرحلة تنشئة الزراعة. أهم المشاكل التي تتميز بها هذه المرحلة هي: ألف التلون البني السوداد الوسط الغذائي راونينج، الأنسجة النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من المركبات الفينولية تكون صعبة الإكثار. فعند زراعة القمة النامية أو المرسيم القمي وخاصة تلك المأخوذة من النباتات الخشبية يؤدي إلى تلون الوسط الغذائي، وخاصة الجزء الذي يحيط بقاعدة للجزء النباتي المستخدم الإكسبلانت. ويعتقد بأن سبب ذلك يعود إلى نشاط أنزيمات بوليفينوليز التي تتحفز نتيجة لإحداث جرح في النسيج النباتي، وتعمل هذه الأنزيمات على أكسدة المركبات الفينولية مكونة مواد مثبطة للنمو، ويتحول لون الوسط الغذائي إلى اللون البني. أما مصدر هذه المركبات الفينولية فيعتقد البعض أن مصدرها أما المحتوى الداخلي للجزء النباتي المزروع يكون عاليا من هذه المواد، وعند زراعته سوف تخرج من منطقة الجرح منتقلة للوسط الغذائي، أو أن أحداث الجرح يؤدي إلى قيام النسيج النباتي بإنتاج هذه المركبات. ولضمان نجاح الزراعة لابد من السيطرة على أثر تلك المواد في تثبيط النمو، ويتم ذلك عن طريق واحد أو أكثر من الطرق التالية، ويتشمل: أولا إضافة مواد مانعة للأكسدة، حيث أن هذه المواد تمنع من أكسدة المواد الفينولية، ويضاف عادة حامض الأسكوربيك فيتامين سي أو حامض السيتريك سيتريك أسيد، أو تضاف مادة البي في بي اللي هي بولي فينول بولي بيري ليدون. ثانيا نقع الجزء النباتي المحصول بمحلول من مواد مانعة الأكسدة قبل زراعته. ثالثا الزراعة في وسط غذائي جديد على فترات زمنية متقاربة 3 إلى 7 أيام، أي إبداء الوسط الغذائي كل 3 إلى 7 أيام. رابعا تقليل شدة الإضاءة أو الزراعة في الظلام. خامسا نقع الجزء النباتي المحصول بالماء المقطر المعقم لبضع ساعات قبل الزراعة. وأخيرا الزراعة في وسط غذائي سائل وإعادة الزراعة لحين تأكل من كل الوسط من هذه المركبات. أما المشكلة الثانية التي تواجه المرحلة الأولى من مراحل زراعة الأنسجة النباتية والتي هي مرحلة تنشئة الزراعات، هي التلوث البكتيري بعد فترة من الزراعة. على الرغم من أن إجراء كافة الإجراءات الخاصة بالتعقيم السطحي للجزء النباتي المزروع، إلا أنه يلاحظ بعد فترة قد تتجاوز 4 أشهر من الزراعة حصول التلوث الناتج عن نمو البكتيريا في وسط غذائي، مما يؤثر سلبا على نمو جزء النبات المحصول الإكسبلانت. وتحصل هذه الحالة كثيرا في النباتات الخشبية والمعمرة، حيث تعيش البكتيريا داخل النسيج النباتي ثم تنمو نموا بطيئا حتى إذا ازداد عددها تظهر الوسط الغذائي. ويعالج هذا الحال بإضافة المضادات الحيوية Antibiotics إلى الوسط الغذائي التي تساهم في تحديد نمو البكتيريا، لكنها لا تقضي عليها في بعض الأحيان.
المرحلة الثانية من مراحل زراعة الأنسجة النباتية هي مرحلة التضاعف Multiplication Stage. في هذه المرحلة يتم زيادة عدد البروباغانس، وبعد زيادة نمو الجزء النباتي المنفصل أو مستخدم في زراعة الأنسجة بلانت في المرحلة الأولى ينقل إلى وسط جديد بعد 4 إلى 6 أسابيع. وعلى العموم فإن مكونات الوسط الغذائي لكلا المرحلتين، أي في المرحلة الأولى مرحلة تشتت الزراعات وفي هذه المرحلة مرحلة التضاعف، فإن المكونات لا تختلف كثيرا، إذ أن اختيار نوع وتركيز منظم النمو المضاف للوسط الغذائي يعتبر مهم جدا لنجاح هذه المرحلة، وإضافة عادة السيتوكاينين إلى الوسط بتركيز أعلى من الأوكسين، وقد يضاف الجبرلين بتركيز 1/10 ملغرام لكل لتر في بعض الأحيان، كما في زراعة القمة النامية للبطاطا، البازاليا، والداودي والقرنفل. وبعد حصول التضاعف تفصل النموات عن بعضها ويزرع كل منها في نفس الوسط الغذائي السابق من حيث المكونات، فيكون كل منها نموات أخرى، وهكذا يمكن حصول أعداد كبيرة من السيقان. سرعة التضاعف في هذه المرحلة تختلف باختلاف النباتات ويتراوح بين 5 إلى 60 مرة مع الأخذ بنظر الاعتبار توفر الظروف الملائمة للتضاعف. المرحلة الثالثة من مرحلة زراعة الأنسجة النباتية هي مرحلة التجذير Rooting Stage. الهدف من هذه المرحلة هو تكوين مجموع جذري قوي في قاعدة السيقان الناتجة من المرحلة السابقة مرحلة التضاعف. ومن المعروف أن إضافة الأوكسينات إلى الوسط الغذائي يشجع على تكوين مبادئ الجذور، وتستغرق عملية التجذير 2 إلى 4 أسابيع. إن مكونات الوسط الغذائي عدا منظمات النمو النباتية قد تبقى نفسها كما في المرحلتين السابقتين، أن المكونات تقريبا تكون نفسها في مرحلة تنشئة الزروعات ومرحلة التضاعف ومرحلة التجذير عدا منظمات النمو النباتية المستخدمة واختلاف تركيزها، إلا أنه في بعض الأحيان قد تتطلب عملية التجذير تغيير بعض المركبات في النباتات صعبة التجذير، يؤدي لتركيز الأملاح في وسط MS وهو ميراشيك أندسكوب إلى النصف، إلى تحسين من تجذير بعض النباتات كما في الرز، الورد الجوري والتفاح. ووجد أن سيقان بعض النباتات تفشل في التجذير عند زراعتها في وسط التجذير، ويعود سبب ذلك إلى تأثير السيتوكاينين المستخدم في المرحلة السابقة في مرحلة التضاعف. يمكن التغلب على هذه الحالة وذلك بزراعة في وسط غذائي خالي من السيتوكاينين لمدة 4 أسابيع ثم تنقل إلى وسط التجذير. المرحلة الأخيرة من مراحل زراعة النسيجية مرحلة الأقلمة Acclimatization Stage. تهدف هذه المرحلة بصفة عامة إلى إعداد النباتات أو النبيتات المتكونة للزراعة خارج المختبر، أي زراعة في المكان المستديم. النقل المفاجئ لهذه النبيتات من ظروف الزراعة في الأوعية الزجاجية حيث تكون الرطوبة النسبية عالية جدا إلى الحقل مباشرة سوف يعرضها في كثير من الأحيان إلى الهلاك، فلا بد من نقل التدريجي للنبيتات وذلك بزراعتها تحت ظروف رطوبة عالية ثم تقلل هذه الرطوبة تدريجيا إلى أن تصبح قادرة على تحمل الظروف البيئية المباشرة، وتصبح قادرة على الاعتماد بنفسها من ناحية صنع غذائها. أن النباتات الناتجة من الزراعة النسيجية عادة لا تبني طبقة الكيوتيكل على البشرة في الورقة، أو أن هذه الطبقة تكون رقيقة جدا، إذ أن ظروف الرطوبة المرتفعة المتوفرة في أوعية الزراعة النباتات تجعلها في غنى عن حد من كمية الماء المفقود بعملية النتح، كما أن الأوعية الناقلة المتكونة في تلك النبيتات تكون غير متطورة إلى الحد الذي يجعلها كفوء في الامتصاص. من ذلك تصبح عملية الأقلمة ضرورية جدا لتغذية النباتات وجعلها قادرة على تحمل ظروف المكان الدائم. سيف في ذلك كما ذكرنا هو أن تلك النبيتات لا تبني طبقة الكيوتيكل على سطح البشرة للأوراق، أو تكون هذه الطبقة رقيقة جدا، وسبب في ذلك يعود إلى ظروف الرطوبة المرتفعة تكون في غنى بناء تلك الطبقة. أضاف إلى ذلك أن الأوعية الناقلة المتكونة في تلك النبيتات تكون غير متطورة إلى الحد الذي يجعلها تمتص بشكل كفو. ولتقصير فترة الأقلمة حاول بعض الباحثين رش مواد مانعة لفقد الماء على المجموع الخضري للنبيتات لتكون هذه المواد بديلا عن طبقة الكيوتيكل، إلا أن معظم المحاولات قد باءت بالفشل، لذا أصبح لزاما أقلمة النباتات لمدة لا تتجاوز 2 إلى 4 أسابيع قبل زراعتها في المكان المستديم. بعد أن تعرفنا على مراحل زراعة الأنسجة النباتية، هناك عدة عوامل تؤثر في نجاح تلك التقنية من إكثار الخضري، أي تقنية زراعة الأنسجة النباتية.
من هذه العوامل تكون مباشرة أهمها أولا الوسط الغذائي The Nutrient Medium. الوسط الغذائي ومكوناته تأثيرا كبيرا في نمو وتخصص الجزء النباتي المزروع، وقد تباينت الأوساط من حيث المواد الداخلة في تكوينها وتركيز تلك المواد، ولا بد من تجربة كل وسط قبل استعماله على نطاق واسع لتنمية نسيج معين، وذلك لنوع وتركيز الأملاح المعدنية والمواد العضوية الملائمة لنمو الخلايا والأنسجة النباتية تختلف باختلاف الأنواع وباختلاف الأصناف ضمن النوع الواحد في بعض الأحيان. ومن أشهر الأوساط الغذائية المستعملة في الزراعة هي وسط ميراشيج أندسكوب والذي يرمز له MS والذي تم إنتاجه في عام 1962. الوسط الثاني هو وسط وايت في عام 1963 وهو وسط كامبورغ والذي يرمز له B5 والذي تم إنتاجه في عام 1968 وغيرها من الأوساط الغذائية المستعملة. تختلف هذه الأوساط في تركيز أملاح العناصر الرئيسية والثانوية الداخلة فيها، وكذلك في تركيز بعض المركبات العضوية ومنظمات النمو أيضا. فمثلا يحتوي وسط ميراشيج أندسكوب MS على تركيز عالي من أيونات النيتروجين البوتاسيوم والأمونيا، في حين يحتوي وسط كما هو يحتوي وسط الهامبورغ الكامبورغ D5 على تركيز عالي من أيون النيتروجين والبوتاسيوم، في حين يكون تركيز النيتروجين والبوتاسيوم مواد طعم في وسط وايت. ويؤثر نوع وتركيز السكريات المستعملة في الوسط الغذائي على نمو وتخصص النسيج أو جزء النبات المزروع، حيث لوحظ أن تكون عناصر الخشب في أنسجة الكالس يتأثر بدرجة كبيرة بنوع وتركيز الكربوهيدرات المستخدمة أو المضافة إلى الوسط الغذائي. أضاف إلى ذلك فإن منظمات النمو وإضافتها إلى أوساط الزراعة يعتبر عامل محدد في تكوين الأعضاء النباتية في مزارع الكالس، إذ أن زيادة تركيز السيتوكينات يؤدي إلى تكوين السيقان أو الفروع، وأن زيادة تركيز الأوكسين يؤدي إلى تكوين جذور، في حين تعادل النسبة أو تركيز الأوكسين إلى السيتوكينين يؤدي إلى استمرار نمو نسيج الكالس دون التمايز إلى أعضاء نباتية. وبذلك فإن تركيز منظم النمو له تأثير كبير في تخصص الجزء النباتي، إذ أن زيادة نسبة السيتوكينين يؤدي إلى تكوين السيقان أو الفروع، زيادة تركيز الأوكسين يؤدي إلى تكوين جذور، في حين تعادل التركيز الأوكسين السيتوكين يؤدي إلى استمرار نمو نسيج الكالس دون تمايزه إلى أعضاء نباتية. ويساعد وجود خليط من الأحماض الأمينية في أوساط الزراعة على زيادة نمو وتكوين الأعضاء في مزار الأنسجة، ويجب الأخذ بنظر الاعتبار أن استعمال خليط من الحوامض الأمينية قد يؤدي إلى حالات من التثبيت في نمو النسيج المزروع، وذلك بسبب التداخلات والتضاد الذي يحصل بين الحوامض الأمينية المختلفة. كما تؤثر نوع المادة المستعملة لتصليب الوسط الغذائي على نمو النسيج المزروع، وغالبا ما تحتوي انواع مختلفه من الاوساط على الاجر الذي يستخدم لتصليب الوسط الغذائي. هذا الاجر يحتوي على بعض الشوائب التي قد تتداخل مع مكونات الوسط وبالتالي يؤثر على نمو النسيج المزروع. من العوامل الاخرى المؤثره في تقنيه زراعه الانسجه النباتيه درجه الحراره تمبرتشر. تعتبر درجه الحراره من العوامل المحدده لتطور الجزء النباتي المزروع، وتعتمد درجة الحرارة التي يحفظ عليها جزء أو نسيج نباتي بدرجة رئيسة على نوع النبات ونوع الجزء المستعمل في الزراعة. وقد تعطي الاحتياجات الحرارية للنبات تصورا كاملا عن الاحتياجات الحرارية للجزء المزروع المأخوذ من ذلك النبات. وبصورة عامة فإن تنمية الجزء النباتي على درجة حرارة 25 درجة مئوية تعتبر مناسبة في معظم الحالات، إلا أن توجد بعض الاستثناءات التي تتطلب تنميتها إلى رفع أو خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية. وقد وجد أن الأجزاء النباتية المفصولة من نباتات في مرحلة السكون لا تستجيب بصورة جيدة للزراعة في أوساط صناعية أي في زراعة نسيجية ما لم تستوفي احتياجاتها الحرارية اللازمة لإنهاء طور الراحة أي متطلبات البرودة chilling requirements، وذلك من خلال تعريضها لدرجات حرارية منخفضة كافية. ثالثا الضوء لايت. لا تحتاج الأنسجة المزروعة للضوء في المراحل الأولى من الزراعة، وذلك نظرا لعدم قيام النسيج أو جزء النبات المزروع بعملية التمثيل الضوئي واعتماده كليا على ما يوفره الوسط الغذائي من عناصر المواد اللازمة للنمو، في حين يعتبر الضوء مهما جدا في المراحل الأخيرة من عملية الزراعة والتي تتضمن تحفيز النباتات النامية في أوعية الزراعة لنقلها البيت الزجاجي أو الظلال الخشبية. ويعتبر الضوء مهما في السيطرة على تكوين السيقان والجذور والأجنة الجسمية، كما هو يؤثر بدرجة كبيرة على عمليات الفسيولوجية التي تجري
داخل النبات، ويختلف تأثيره على نمو وتطور الأنسجة المزروعة تبعا لاختلاف طول الفترة الضوئية فوتوبريود، نوع الضوء kind of light وشدة الإضاءة light intensity. نأتي إلى تأثير الضوء من ناحية طول الفترة الضوئية. يختلف تأثير الفترة الضوئية على تكوين الأعضاء باختلاف النباتات، وتعتبر 16 ساعة إضاءة في اليوم مناسبة لمعظم النباتات، إلا أن بعض المزارع تنمو بصورة أفضل في الظلام، خاصة في مزارع الكالس. إن استجابة الأجزاء النباتية المزروعة لتغيير الحاصل في طول الفترة الضوئية يعتمد على تغيير الحاصل في مستوى الأوكسين والسيتوكاين. ثانياً، طول الموجة الضوئية، نوع الضوء. لقد وجد أن الضوء الأبيض يحفز تكوين البراعم، في حين الضوء الأحمر يحفز تكوين الأزهار، بينما يحفز الظلام والأشعة الحمراء البعيدة فارد تكوين الجذور. كما وجد أن الضوء الأزرق له تأثير تحفيزي عن نشوء الأفرع من لب نبات التبغ. ثالثا، شدة الإضاءة. تعتبر شدة الإضاءة الفلوكس مناسبة لمرحلتين الأولى والثانية من مراحل الإكثار باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية، أي مرحلة تنشئة الزراعات ومرحلة التضاعف، في حين أن زيادة شدة الإضاءة إلى 10,000 لوكس يكون مناسبا لنمو الأجزاء النباتية في المرحلة الثالثة، أي مرحلة التزدير. من العوامل الأخرى المؤثرة على نجاح زراعة الأنسجة النباتية هي جزء النبات المزروع The Explant. أن للجزء النباتي تأثيرا مباشرا على نجاح زراعة الأنسجة، وين حصل ذلك؟ في أول حجم الجزء النباتي Size of the Explant. بشكل عام، أن فرصة نجاح الجزء النباتي الصغير تكون ضعيفة سواء كان قمة نامية أو كالس. وهناك دراسات عديدة تؤكد أن حجم القمة النامية المزروعة كلما احتوت على عدد أكبر من مبادئ الأوراق Leaf Primordia كلما كانت فرصة نجاح زراعتها أكبر. أن حجم الجزء النباتي يكون محددا في حالة إنتاج نباتات خالية من الصبوات المرضية وخاصة الفيروسية، حيث أن كثافة الفيروس تزداد بزيادة حجم الجزء النباتي، ويتأثر عدد الأفرع الناتجة من زراعة القمة النامية بحجم الجزء المزروع. فقد وجد مثلا أن زراعة القمة النامية للنبات الداودي بطول 1/10 إلى 2/10 ملم قد أعطت فرعا واحدا، في حين أن القمة النامية المزروعة بحجم 5/10 إلى 1/2 قد أعطت أفرعا عديدة. إذن حجم الجزء النباتي المستخدم في الزراعة النسيجية له تأثير كبير على نجاح الزراعة. ثانيا، مصدر الجزء النباتي Source of Explant. للخلايا النباتية القدرة على التكوين الجنيني Embryo Genesis وبكفاءة، ولوحظ أن هذه القابلية تختلف باختلاف النسيج النباتي ضمن النبات الواحد وباختلاف أنواع النباتية، كما أن الخلايا قد تفقد قابليتها على التكوين الجنيني إلى أن تستعيد القدرة على تكوين الأعضاء أورجانو جينيسيس، وهذه القدرة تختلف باختلاف أنواع الخلايا النباتية. فقد لوحظ أن خلايا الكالس المتكون من أنسجة مصدر الجذر في بعض النباتات كونت جذورا فقط، وأن الكالس المتكون من أنسجة مصدر الأفرع أو الأوراق في نفس النبات كونت أفرعا فقط. ثالثا، العمر الفسيولوجي The Physiological Age. تمتلك الأنسجة الفتية قابلية أعلى لاستعادة التكوين الظاهري مقارنة بالأنسجة الأكثر عمرا، سواء كانت هذه الأنسجة مستأصلة من نباتات خشبية أو خشبية. كما أن موسم أخذ الجزء النباتي ومرحلة نمو النبات الأم يؤثر أيضا في نجاح نمو الجزء النباتي. خامسا، من العوامل المؤثرة أيضا في نجاح زراعة الأنسجة النباتية هي التركيب الوراثي. يلعب التركيب الوراثي للأنواع والأصناف ضمن النوع الواحد دورا كبيرا في مدى استجابته للزراعة النسيجية. فهناك أصناف سهلة الإكثار خضريا، في حين هناك أصناف أخرى صعبة الإكثار ضمن النوع الواحد. وقد يعود سبب هذا الاختلاف إلى المحتوى الهرموني، والذي ينعكس على احتياجات منظمات النمو في الوسط الغذائي لإحداث نمو معين. أي الأصناف ضمن النوع الواحد تختلف في محتواها الهرموني، وبالتالي انعكاس تلك الاحتياجات على كمية منظمات النمو التي يجب ان تضاف الوسط الغذائي لإحداث نمو معين. سادسا، التعقيم. ان الوسط الغذائي يعتبر ملائما ايضا لنمو المسببات المرضية، لذلك ان عملية التعقيم تعتبر ضرورية لمنع تواجد هذه الكائنات الحية التي فيما تواجدت فإنها سوف تنافسه على وعلى مهاجمته، مما يؤدي إلى سبب موته. وقد تكون عملية التعقيم السطحي غير مجدية للتخلص من الكائنات الحية التي تنمو داخل النسيج المزروع. والعامل الأخير المؤثر في نجاح زراعة الأنسجة النباتية هو النبات الأم دونر بلانت.
أن الحالة الفسيولوجية لنبات الأم لها دور كبير على سلوك الجزء المزروع، فمثلاً الإكسبلانت أو الجزء المفصل المأخوذ من أشجار ناضجة يتطلب غالباً وسط غذائي يختلف مكوناته عن الجزء النباتي المأخوذ من أشجار غير ناضجة أو في مرحلة الحداثة جوفينال تريز. وشكراً لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.